بيت يحتوي على أكثر من فتاة، كل منهن تصلي لوحدها، فما حكم صلاة الجماعة بالنسبة لهن؟ لأن من العلماء من قال واجب عليهن إقامتها. ما أحد قال من العلماء أنه يجب الجماعة على النساء أبدا، ما أعرف هذا. النساء لا تجب عليهن الجماعة، فهن بالخيار، إن شئنا يصلينا منفردات كل واحدة على حدة، وإن شئنا يصلينا جماعة لا بأس، أما الوجوب ما يجب.